السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سي نور الدين، عفاك، بغينا نعرفوا المراحل والأماكن اللي خاصنا باش نبنوا واحد البقعة في طمنصور. ما عندناش المعلومات كاملة، الله يحفظك، إلا قدرتي تفيدنا ولا تساعدنا بشي معلومات واقفين على البناء إن شاء الله، وبغينا اللي يرشدنا. مرحبا مرحبا. كان هذا سؤال ديال واحد الأخت اللي صراحة هو اللي ما كاين فيديوهات اللي درتهم على البناء، ولكن تنظن بان هذه الاخت هذه بغات بناء يعني واحد فيديو شامل من طقطق طق. السلام عليكم، غادي نبداو في هذا الفيديو ان شاء الله ونعطيو جميع المعلومات ونعطيو حتى بعض الاماكن من تقداو، وواحد الهاتف ديالك السيد اللي كنت تقدا من عنده السي خليفه. وبطبيعه الحال فاش نعطيكم انا هاتف ديال شي واحد مثلا باش تقداو من عنده اولا باش بس زعما يعطيكم سلعه وكذا وكذا، راه ضروري من الكونترول باش نكون فاهم معكم، وضروري ما تسولوا على راسكم في بلايص اخرين وتكونترولي وتجيو عندو تقولو بدي السلعه كذا كذا كذا. غير هو لافونتاج اللي بغيت نقول لكم انا كاين عند هذا السيد مثلا اللي بعتكم النمره ديالو السي خليفه، هو انه عنده الترونسبور، يعني الثمنات اللي تيدوزو ملك واصل السلعه واصلك للمحل، ما تتبقاش ديك اللعبه ديال خلص ترونسبور حقها 50 درهم، حقها 20 درهم. هو فاش كان خدام معايا والله العظيم الا ثلاثه الخناشي خمسه الخناشي كيجيبو ملك فابور، ما كتحسبش عليك اسميتو عليه، وبنفس الثمن اللي دوزتي معاه. وليني بطبيعة الحال تيكون هو مدوز شي سلعة لشي واحد و تيدوز لك نتا ثلاثة الخناش تيحطهم لك، و تيدوز مثلا يحط البريك لواحد اخر وغادي هكاك. غير هو عطيه واحد شوية ديال الاجل باش يدوز لك السلعة. فنبداو على بركة الله بالنسبة للامور ديال البناء وكذا. فمثلا عندنا واحد الساس مثلا شريتيه ب 20 مليون، حنا غادي نعطيو غير واحد اثمنة تقريبية باش الانسان تكون عنده واحد فكرة. مثلا شريتي واحد الساس مثلا ب 20 مليون سكني ولا شبه تجاري، على حسب على حسب المكان، ورا 20 مليون راه كاين باقي انسيسال في 20 مليون في تمن سورس، وسيسال ما بيهمش. بحال مثلا البطحه، يلا هضر معايا واحد السيد الباح قال لك اودي راه في تمن في العمران سيسان في البطحه سكنيين، عطاو عليهم ب 20 مليون مباشره من العمران. فبطبيعه الحال الا شريتي الساس ب 20 تخلص السمسار تقريبا شحال لا مارج اللي عندك تخلص السمسار؟ بين 3000 و 5000 درهم. 3000 ديال مارج باش خصك تخلص السمسار، ما تفوتهاش ليه، ما تفوتش ليه 5000، لفتي ليه 5000 درهم راضيتي راسك، ولا نقصي ليه على 3000 درهم ما ضيعتيه. وداكشي عاوتاني على حسب المفاهمه، لان كاين بعض المرات يقول لك اودي ندبر لك على شي ساس كذا كذا كذا، ولكن الا شريتي من العمر راه ما عندها تخلص والو، تمشي ديريكت تخلص سميتو عليه الساس ديالك والله يعاون الله يعاون. اما الا مثلا ندبر لك شي واحد مثلا في شي ساس راه قلت لكم لا مارج باش خصك تخلصو. فبطبيعه الحال تبدا التسجيل والتحفيظ، عندك اسيدي التسجيل والتحفيظ راه على حسب الوضعيه ديال الساس، يعني كاين بعض المرات السيسال اللي تيكون عندهم بزاف ديال المصاريف والتخربيق وهداك الشيء. وليني لا كانوا نورمال راه بين 15000 درهم حتى 20000 درهم، يعني مليون ونص وجوج المليون تقريبا تسجل التحفيظ، كان عادي نورمال ما فيه حتى شي حاجه. وليني لا فيه شي حوايج، حنا شي تهضروا على واحد الساس فيه 80 متر وعادي عنده فرصاده وحده ولا كاع فرصاده ونص ولا جوج فرصادات تقريبا، هذا هو لا مارج. وليني كاينين شي سيسان اللي عند فيهم لا مان لوفي وفيهم خصك دير لهم ديك المنع وخي، يعني هادو فيهم المصاريف، يعني راه بعض المرات المصاريف راه تقدر مثلا توصل تل تخلص غير عند النوطير تخلص 40000 درهم 50000 درهم توزهرك. كاين الناس اللي خلصوا 6 المليون، يعني ضروري قبل ما تاخذ الساس خصك تمشي وتقول لها ودي واش بالمصاريف ولا بلا مصاريف، يعني نتايا خصك تفهم معاه على الساس ناضي. مثلا فاش تقول لي مثلا توا مع على 22 ولا 24 ولا 20 ولا 30 ولا 50 والله اعلم، تتوا مع على الساس ناضي، تتقول لي انا هادشي اللي نعرف الساس سميتي، فاش تقول لي سميتي تتكون هاني، وهادشي خصك تقولو حتى قدام النوتير باش النوتير حتى هو يكون عارف، ان النوتير حتى هو النوتير غايسولك غايقول لك ها بشحال يطلع لك هادي، ها بشحال يطلع لك، ها بشحال، يقول لك شكون غيخلص، واش هذا ولا هذا ولا هذا، هو غادي يقاد لكم الامور. فاش تكتب الامور ديالك وتقاد تغيز الامور ديالك وتشد شهادة الملكية، خصك تيري شهادة الملكية جديدة، هادشي باش نكونو فاهمين، خص النوطير يتيري لك شهادة الملكية جديدة وتلقى فيها بينها راه بسميتك وبينها راه ما فيه لا منع لا والو فيه. المهم الامور ديالك خصها تكون ناضية مقادة، لان حيد لك هو المنع وكذا واسمو. فتبدا البناء قبل ما تبني، تيقول لك اودي راه خصك تبني قبل من 3 سنين ولا 4 سنين. هاد القضية هادي بزاف الناس يسولها، تيقول لك اودي واش الا ما بنيتش، الا بنيت مثلا وما كملت البني حتى فات 3 سنين راه قالوا لي غتزاد عليه واحد 10% كذا من هنا عليه، وكاين اللي تيقول كاع 20% على حسب الموقع ديال الساس. فبطبيعه الحال هذه القضيه ما بقاش تخلعكم، لان هذه القضيه هذه ديال 10% وديك الزياده اللي بتزاد مثلا في الساس تحسب عليك في الثمن ديال شراء الساس باش خارج، ماشي باش شريتيه، باش خارج من عند العمران
وباش قيدتيه نتايا في ال... في الاسمو في عند النوتير، يعني هذيك النسبه باش تزاد عليك في حالات ما بغيتي بنيتي وكملتي وبغيتي تبيع الدار. فاش تبي تبيع الدار تتزاد 10% من ثمن ديال شراء الساس، لان فتي الوقت المحدد في البناء. اذا هذه القضيه هذه دايرها العمران باش تورك على الناس انهم يبنيو، وباش الا باعوا مثلا تربح معاهم. هذه القضيه دايرها القلب، هذا دايرها العمران. المهم انت هو بالنسبه لك انت باش تبي تبيع راه تزيد هذيك 10% ديال ثمن الساس، تزيدو على على الشاري فاش غادي يبي يشري. فاش تبي تبيعو تقول له ودي راه درت معاك 40 ولكن راه بغيت تزيدني واحد 3 مليون، لان راه عندي كذا كذا كذا. بغا ما بغاش تفهم داكشي كلشي بالمفاهمه. دابا بالنسبه ل لا سميتو الرخصه، غادي نبداو عاوتاني في الرخصه. الاوراق بالنسبه للبناء وداكشي غادي نبداو في الانسان. مثلا هو بدا في البني، ها انت بديتي في البني مثلا واحد الساس كي قلت لكم بين 80 و 90 متر كاري، غادي نبداو في الاوراق. فالثمن ديال رخصة البناء بين 7000 درهم تقريبا، واحد 7000 درهم عول على رخصة البناء بطلع عليك ب 7000 درهم، وعندك واحد استغلال البنك العمومي عول على 1500 درهم، فيها دو تريمستر بطبيعة الحال. دو تريمستر يعني دو تريمستر يعني 6 شهور، هو الوقت اللي ولا دابا تقريبا نورمالمون باش تبني. وهنا كي تبني في كتر، الا بنيتي في كتر راه تزاد عليك تريمستر اخرى، ولا بنيتي في كتر عاوتاني تبدا ديك وما حدك تتعطل حتى يزيدوا عليك لي تريمستر. فاش تفوت عام تتولي تحسب عليك الارض العاريه الى فتي عام. مثلا وما فات رخصه البناء تزاد فات عليها عام، تتحسب عليك رخصه، تتحسب عليك الارض العاريه. بالنسبه فاش خدام دابا انت دابا في رخصه البناء قبل ما تخرج لك تخلص الوكاله الحضاريه غادي تعول عليها واحد 900 درهم، وغادي تخلص البومبيه عول على 600 درهم، عاد عندك البلان ديال المهندس واحد 6000 حتى 6500 درهم البلان ديال المهندس، عاد البلان ديال الحديد عول على 1500 درهم حتى 2000 درهم، وكاين اللي تيحسبوها 2500، ولكن راه هذا هو الحساب هو 1500 درهم حتى 2000 درهم ماكسيموم. دابا هادشي الا جمعتيه باش غادي تلقى باش غادي تطلع عليك الرخصه، يعني غادي تجمع 7000 درهم وتجمع 1500 درهم وتزيد عليها 900 درهم وتزيد عليها 600 درهم وتزيد عليها 6000 درهم وتزيد عليها 1500 درهم ولا 2000 درهم. دابا غادي تجمع هادشي كامل وغادي تلقى الثمن باش بطلع عليك الرخصة. عاد غادي تبدا في البني. بالنسبة للبني غادي نهضر معاكم على البني. بالنسبة للبني مثلا البني بريك، بالنسبة للبني بريك غادي تطلع عليك تقريبا الخدمة بين 5 و 4 مليون خدمة لا مان دوفر. بالنسبة للسلعة عول بين 14 و 15 مليون، يعني تقريبا عول بين 19 حتى 21 مليون، باش تطلع عليك بين 90 وبين 80 و 90 متر كاري، يعني واحد 19 مليون حتى 20 مليون عول على 20 مليون. تزيد شوية تنقص شوية ماشي مشكل. ثم لافينيسيون، لافينيسيون بالنسبة لافينيسيون الخدمة عول على 6 مليون، بالنسبة للخدمة عول على 15 مليون، يعني لافينيسيون بطلع عليك بواحد 21 مليون حتى 22 مليون. وهاد الشي كامل راه عول على انه فينيسيون موين، ماشي شي فينيسيون مجهدة. اذا بما ان لافينيسيون موين ماشي عاديه، تجليج عادي وكذا، ماشي جليج ديال الكومباكتو ولا سميتو عليه، يعني الدار بطلع عليك تقريبا بين 40 و 42 مليون، يعني فيها الضو فيها الماء فيها هادشي. بالنسبه لا سميتو الديتاي ديال البنية وديال سميتو راه كاينين فيديوهات اللي خاصين بهادشي، وانا هذا ما تيمنعش على انني غادي نزيد واحد الفيديو فيه التفاصيل ديال البناء وكذا، غادي نعاودو باش ندير لكم التفاصيل ديال البناء. انا دابا هضرت لكم اون غرو، لان ضروري الناس بزاف تيسولوا على القضيه هذه، وانتم شفتوا التعليق ديال ديك السيده تطلب وتا قالت لكم ديافك انا قول لينا راه قربنا نبداو البني وكذا وكذا وخصها نورمالمون. انا قلت واحد الملخص، منين تتشري الساس حتى تتبني، فاش تتبني دابا عندنا القضيه هذه، فاش تتبني كي تتبني تتكمل هادشي راه عندك عاوتاني رخصه ديال البيرمي دابيتي. البيرمي دابيتي راه حتى هو ما غاديش تخلص عليه بزاف، واحد الاول على واحد 50 درهم ولا 100 درهم تقريبا على حسب الموقع ديال الساس وعلى حسب لا سوبرفيسي ولي فاساد. بالنسبه للبيرمي دابيتي كي قلت لكم خصك ما تكونش غيرتي البلان، خصك بالضبط داكشي اللي درتي في البلان هو اللي خاص اللي خاصك تبنيه، وخاصك دير ما تغيرش البلان. هذه من جهه، ومن جهه اخرى راه خاص تكون هادشي كامل بالمواكبه ديال الارشيتكت، يعني انت تتبني وخدام ودائما اون كونتاكت مع الارشيتكت ديالك، سواء ديال الحديد سواء ديال الاخر ديال المهندس الاخر ديال البني. فهادو كاملين
ضروري واحد النقطة ما قلتهاش، هي أنهم خصهم يسينيو لك كيفاش تبدا تبني، خصهم يسينيو لك في الكتاب ديال الورش. المهم هادشي كامل ما بغيتش نعمر لكم راسكم به، لأنه راه ضروري خصك تكون غادي في مع الأرشيتكت، وغادي بالسميتو بالموازات مع سميتو مع التعليمات ديالو، وأي حاجة بغيت ديرها خصك تقولها ليه. يعني تبغي تحفر الساس عيط ليه، غادي يقول لك امتى حفرتي، بغيت تحفر الساس بيقول لي غدا، بيقول لك صافي غدا كي تبدا تحفر الساس جي عندي نعمر لك بدايه الورش. وبدايه الورش تعمرها لك سواء ديال البيتون سواء ديال الاخر، كلهم تيعمروا لك وتيقادوا لك الامور ديالك، وتتبدا غادي خدام بطريقه مزيانه، والامور تتمشي مزيانه، وفي الاخر هما تا هما تيعطيوك واحد لاتيستاسيون بين راه كملتي، وفاش تكمل راه تيعطيو بين الامور مطابقه للبلان اللي داروا، وصافي تشد المسائل ديالك وتدوز الامور، والله يسخر الجميع، وراه هادشي ما يخلعكمش، راه غادي الامور كلشي غادي يدوز بخير وعلى خير ان شاء الله، وغادي تسكنوا الامور مزيانه. شكرا والسلام عليكم.